أن القواعد الكلية وحدها لا تفيد. القواعد الكلية جزء من القضية وليست كل القضية، لأنه بعد مرحلة تقرير القواعد الكلية أكو هنالك مرحلة ثانية. ما هي هذه المرحلة؟ مرحلة تشخيص مصادر هذه القواعد الكلية. الآن أنتم تلاحظون في الطب، الطبيب يقضي أعوام طويلة في الكليات في الجامعات الطبية ويتعلم مجموعة من القواعد الطبية التي تتعلق بالبدن، ولكن مهمة الطبيب لا تنتهي عند هذا الحد. المهم في الطبيب، الشيء الذي يميز طبيبا عن طبيب ثان، هو مدى قدرته على تطبيق هذه القواعد الكلية على مصادقها الخارجية. وبعبارة واضحة، الذي يميز بين طبيب وطبيب هو القدرة على التشخيص. الأعراض المرضية كثيرا ما تكون مشتركة، يعني هذا العرض، هذه الظاهرة المرضية تنبئ عن ماذا؟ ما هي جذورها الحقيقية؟ قدرة الطبيب على التشخيص مهمة جدا في نجاحه الطبي. إذا الطبيب ما يتمكن يشخص، هذا لا يستطيع أن يعالج هذا المرض. فبناء على ذلك، وراء القواعد الكلية التشخيص وتحديد أن هذا المقدار يدخل ضمن هذه الدائرة أو يدخل ضمن تلك الدائرة، هذا مهم جدا. صحيح أنه الفقه والعقل يتطابقان في القواعد الكلية، هذه الدوائر التي حددناها، دائرة العدل، دائرة الظلم، دائرة النافع، دائرة الضار وما أشبه ذلك، هذه كلها متفقة. ولكن هذا المصداق المعين، هذا الجزئي المعين يدخل ضمن هذه الدائرة أو ضمن تلك الدائرة، هنا يأتي دور الفقه. الفقه باعتبار أنه يستند إلى الله سبحانه وتعالى المطلق العالم الخبير الذي يعلم كل المعادلات التي تحكم هذا الكون، يشخص لنا بوضوح أن هذا الجزئي يدخل ضمن هذه الدائرة وذاك الجزئي يدخل ضمن تلك الدائرة. يقوم بعملية إخراج لجزئي وإدخال لجزئي آخر. سفينة كانت تنقر عباب البحر سابقا، وفي الكويت أيضا كانت هذه الظاهرة موجودة، أكو بحارة، هؤلاء البحارة يطلعون إلى البحر لكي يحصلوا على اللؤلؤ والمرجان وما أشبه ذلك. سفينة كانت في عباب البحر، مضت عليها مدة، لأن سابقا السفن كانت تعيش تحت رحمة الرياح، إذا الرياح ما هبت هذا معناته أن السفينة تتوقف، فالرحلة ربما كانت تقول 3 أشهر 6 أشهر أكثر أو أقل. في يوم من الأيام إذا بواحد من هؤلاء البحارة يصاب بعوارض جديدة،
عوارض غير معروفة من قبل. ما هي هذه العوارض؟ جاءوا به إلى الطبيب، نزف للدم من فمه، دم أنفه وفمه أخذا ينزفان دما. استعمل الأدوية والعلاجات الأولية ولكن بلا جدوى، أخذ ينزف دم وينزف دم وينزف دم إلى أن بعد مدة سقط ميتا. ماذا في؟ شنو القضية؟ لم تتبين القضية. العوارض، عوارض هذا المرض، هذا المرض يسمى برقة الدم. رقة الدم مرض عادة يصيب البحارة. الأنف والفم ينزفان دما، الأسنان تتساقط، من بعض المنافذ الأخرى ينزف الدم، العظام تتفكك، البحار والرجل المصاب بهذا الداء يصاب بنوبات إغماء طويلة، يغمى عليه أسبوع أسبوعياً ثلاثة أسابيع، ثم بعد شهريا ثلاثة أشهر بعد معاناة طويلة جدا يسقط ميتا. البحار الأول مات، والبحار الثاني مات، والبحار الثالث، مجموعة، ولم يستطع الطبيب أن يصنع علاجا. وصلوا إلى منطقة، نزلوا، هؤلاء مدة محرومين، هؤلاء قوتهم السمك عادة، ما عندهم شيء ثاني، سمك وخبز مجفف وما أشبه ذلك. نزلوا إلى الأسواق بعد هذا الحرمان الطويل، ذهبوا واشتروا الفواكه والخضروات وما أشبه ذلك وتناولوها، حتى بعد ذلك بقية البحارة المصابين بهذا الأعراض يذهبون إلى الطبيب. عادوا إلى بيوتهم، بعد تناول هذه الأطعمة وجدوا أن كل تلك العوارض قد انتهت تلك العوارض. الأطباء بدأوا بالفحص أنه ماذا كان هذا المرض، هذه الظاهرة ما هي علتها، وبعد بحوث طويلة توصلوا إلى أن هنالك برقة الدم، مرض خطير وقاتل، وعلاج هذا المرض الخضروات. هذا علاج، الخضروات تحتوي على فيتامين معين تعالج هذا المرض وتمنع وجود هذا المرض. البحارة الذين كانوا محرومين من الخضروات ابتلوا بهذا المرض عندما نزلوا إلى الأسواق وتناولوا ما يحتوي على هذه المادة، انتهى كل شيء. لاحظوا هذا الاكتشاف العلمي الذي جاء بعد 1000 عام. انتوا الآن راجعوا الكتب الفقهية، من المستحبات كل مائدة تجلس عليها أن تكون فيها الخضرة، هذا مستحب من المستحبات الفقهية. هذا المستحب هل يعبر عن قانون غيبي تعبدي؟ أبدا، وإنما في الواقع كشف عن حقيقة علمية، ولكن الشارع يعبر عن الكشوفات العلمية بلغة الواجب والمستحب. عندما الشارع يقول هذا الشيء واجب هذا كشف علمي، عندما يقول هذا مستحب أو هذا محرم لا تتصور أنه هذا قانون تعبدي، هذا قانون غيبي، لا، هذا كشف علمي، ولكن يصاغ بهذه الصيغة. ولكن العلم ربما لا تساعده الأدوات التي عنده على كشف هذه الحقيقة إلا بعد 1000 عام أو بعد 10000 عام. فإذا في الواقع الفقه، رجل يقول دخلت على الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه فدعاني إلى تناول الطعام، الغلام ذهب وفرش المائدة،
الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه نظر إلى المائدة وقال لغلامه: ألا تعلم أني لا أجلس على مائدة لا توجد فيها الخضرة؟ اذهب وأتني بالخضرة. ذهب الخادم وجاء بالخضرة، فبدأ الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه بتناول الطعام. يستحب أن تكون على كل مائدة تجلس عليها الخضرة، بل يكره، مو فقط مستحب، هذا حكم طرفين. إحنا عندنا في الفقه أحكام ذات جانب واحد، وعندنا في الفقه أحكام ذات بعدين، هذا البعد وذاك البعد. يستحب أن تكون الخضرة على المائدة، ويكره ألا تكون الخضرة على المائدة. يعني إذا جلست على مائدة ليست فيها الخضرة فقد فعلت مكروها شرعيا. أحد الأطباء في الغرب درس طبيعة النطف التي تنعقد في رأس السنة الميلادية. ربما سمعتم ما يجري في الغرب في رأس السنة، هذه النطف التي تنعقد في هذه الليلة، أجرى دراسة موسعة على هذه القضية. تعلمون ما هي النتيجة التي توصل إليها؟ النتيجة أن النطف التي تنعقد في ليلة رأس السنة 80% منها، 80% الأولاد يخرجون ناقصي الخلقة. واحد أعمى، واحد أطرش، واحد يعاني أمراض داخلية، واحد مصاب بالكساء، 80%. لماذا؟ نفس الطبيب يعلل بطبيعة الأطعمة التي يتناولها الغربيون في ليلة رأس السنة. الشارع من اليوم الأول في الفقه، لا تستهينوا بالفقه، لا تقولوا شنو هاي الرسالة العملية، ماذا تجدي؟ هذه الرسالة العملية تحتوي على أقوى الاكتشافات العلمية، ولكن معبر عنها بهذه الصيغة. في الرسائل العملية في الفقه الإسلامي يبين لك ماذا تعمل، ما هي الأطعمة التي تصنع لك جنينا سويا، وما هي الأطعمة التي تؤثر على سلامة الجنين جسديا ونفسيا وروحيا. في منظومته العلامة بحر العلوم يقول: وفي التفرجل الحديث قد ورد تأكله الحبلى فيحسن الولد. من المستحبات أن تطعم الحامل في أيام حملها التفرجل، لأن التفرجل كما اكتشفه الشارع يؤثر في جمال الجنين، يؤثر في حسن الجنين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أطعموا حبالاكم التمر فإن الولد يخرج حليما. المرأة الحامل التي تتناول التمر في الشهر الأخير من الحمل، هذا التمر يؤثر في كون الولد ولدا حليما، ولد هادئ، ولد معقول، ولد منطقي، ولد ما يتعارك كل يوم مع أمه وأبوه أصدقائه وزوجته وأولاده. هذا التمر العلم ربما لا يكتشف هذه الحقيقة إلا بعد 10,000 عام، ولكن الشارع الخبير المحيط كشف لنا ذلك بكل يسر وبكل سهولة وبكل وضوح. الشارع يقول: لا تشرب الشراب الحار، الطعام الساخن، الشراب الساخن هذا مكروه، هذا مكروه يعني معادلة غيبية، يعني حكم تعبد. ليش؟ الشاي الحار طيب، أكو فرق بين طيب وبين صالح، أكو فرق بين لذيذ وبين نافع.
صحيح الطعام الساخن لذيذ، ولكن الشارع يقول لك مكروه. العلم الحديث يكتشف بأن الطعام الساخن يؤثر على الخلايا الموجودة في الفم، وينتهي في كثير من الحالات إلى سرطان الفم. اللطيف في الرواية: من شرب الشراب الساخن أو الطعام الساخن فإنه لا يأمن الموت. لاحظوا التعبير اللطيف، لا يأمن الموت، لأن هذا الشخص إذا أصيب بالسرطان من الذي يعالجه؟ من الذي يؤثر في رفع هذا المرض إلا بنذرة شديدة؟ هذا هو الفقه. إذا أردتم تعريفا دقيقا وواضحا للفقه، الفقه عبارة عن مجموعة من الاكتشافات العلمية صيغة بلغة الواجب والحرام والمستحب والمكروه. هذا هو البحث الأول. البحث الثاني: هل الفقه يختص بمجموعة خاصة؟ الفقه يختص بعلماء الدين، الفقه يختص برجال الدين، قولوا وظيفتهم. الجواب: كلا، الفقه يعم جميع الأفراد وجميع الطبقات الاجتماعية، يشمل الرجال ويشمل النساء ويشمل كل شخص. من الواجب فريضة عينية على كل واحد واحد أن يتعلم المسائل التي يبتلى بها. في الرواية: من ارتجر ولم يتفقه فقد ارتطم في الربا ثم ارتطم. من الذي يسلم من الربا؟ في الرواية: في آخر الزمان لا يسلم أحد من الربا، وإذا سلم من الربا فلن يسلم من غباره. الفقه يرتبط بتجارتك، بعائلتك، ببيتك، بكل بقعة أنت فيها. يجب عليك وجوبا شرعيا، يعني أنت معاقب إذا لم تعمل بذلك. يجب وجوبا شرعيا أن تتعلم مسائل دينك. واحد من الأشخاص كان ينقل، يقول: أنا في عمري قمت بمعاملة واحدة، كان عندي قند أو سكر وكنت أريد الآخر، ذهبت إلى السوق عوضت القند بالسكر، وبعد ذلك تبين أن هذه المعاملة الواحدة التي قمت بها في حياتي كانت معاملة ربوية، لأن باع القند بالسكر على نحو التفاضل، والمفروض أن يكون على نحو التساوي. معاملة واحدة يقوم بها تتبين معاملة ربوية. هنالك كثير من الأفراد لا يعرفون مسائل الزواج والنكاح، يتورطون. لا أريد أن أبين الأمثلة، راجعوا الفقه. رجل يتزوج امرأة وبعد 5 سنوات وبعد 10 سنوات يتبين أن هذه المرأة محرمة أبدية عليه، شلون ينفصل عن هذه المرأة؟ مو يطلق هذه المرأة، هاي المرأة مو زوجته، هاي المرأة محرمة عليه، فورا يجب عليه أن ينفصل منها. ليش يتعلم الإنسان أحكام دينه حتى يتورط ويتمكن واحد يسوي هذا العمل؟ بعد ما أسس عائلة وعنده 4 أو 5 أطفال، مرة واحدة ينفصل عن هذه المرأة؟ إلا من آتاه الله قوة في الإرادة وعزم الراسخة. ليش ما نتعلم أحكام دينه؟ لا تقول أنا كاتب، أنا تاجر، أنا موظف. أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم منو كانوا؟ تجار، موظفين، صرافين، بقالين، عطارين، ومع ذلك كانوا ملجأ للأمة. محمد بن مسلم
رضوان الله تعالى عليه، الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول: لولا أربعة لمحيت معالم النبوة. واحد منهم محمد بن مسلم، آثار النبوة ذهبت. إحنا إذا عدنا شيء في هذا اليوم من الدين والفقه والعلم مستند على هؤلاء الأربعة، واحد منهم محمد بن مسلم. الإمام الصادق صلوات الله عليه رأى محمد بن مسلم، قال له محمد بن مسلم: رجل كريم غني شريف في قومه، إلى شخصية. قال له: يا محمد تواضع. ويتواضع، هاي الثروة لا تطغيك، لا تبصرك، لا تنظر إلى الناس من عل وكأنهم من صنف آخر وأنت من صنف آخر. الرجل لاحظوا ذهب، أخذ كمية من التمر وأخذ ميزانا وجلس، مو في زقاء، جلس على باب المسجد الجامع، المسجد الذي لا يختص بطائفة خاصة يسمى بالمسجد الجامع. جلس على باب المسجد، أخذ ينادي: أيها الناس هلموا إلى التمر. الناس يتعجبون، هذا الرجل، هذا الثري، هذا الغني، كيف جاءه قومه؟ قالوا: يا محمد بن مسلم لقد فضحتنا، صارت فضيحة، أحدوثة البلد، محمد بن مسلم يبيع تمر على باب المسجد. قال: إن مولاي أمرني بأمر أنا ماض فيه. هذا هو أمر الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. قالوا: إن كان ولا بد تبيع تمر، تعال بيع شيء آخر. ما هو الشيء الآخر؟ طحين. جاءوا له برحى، الرحيات القديمة، وجمل كان يأخذ الحنطة ويطحنها ثم يبيعها. اسمه تاريخيا محمد بن مسلم الطحان. طحان، لولاه لمحيت آثار النبوة. ما المانع أن أكون أنا أو تكون أنت كمحمد بن مسلم الطحان؟ أبو حنيفة الذي هو من أعظم علماء العامة، عندما كانت تشكل عليه مسألة كان يرجع إلى محمد بن مسلم. ليلة من الليالي محمد بن مسلم نائم فوق السطح، الباب يطرق، يشرف من السطح يرى امرأة. ماذا تريدين يا أمة الله؟ عندي بنت عروس أخذها الطلق واشتد عليها الطلق إلى أن ماتت. المرأة التي تموت في حالة الولادة بحكم الشهيد، والطفل يتحرك في بطنها ويذهب ويجيء، ماذا نصنع بهذا الطفل؟ ذهبت إلى أبي حنيفة، قال: ليس عندي في ذلك شيء، ما عندي شيء. قلت له: ماذا أصنع؟ قال: عليك بمحمد بن مسلم، اسأليه، وبعدما ذكر لك الجواب تعالي إلي وأعلميني بجوابه. محمد بن مسلم يقول: سئلت هذه المسألة عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، فقال: يشق جنب هذه المرأة الميتة، طبعا يشق من الجانب الأيسر، ويستخرج الجنين الحي، ثم يخاط جنب الأم وتدفن. ذهبت المرأة وفعلت ما قاله محمد بن مسلم، ثم ذهبت إلى أبي حنيفة وأخبرته بالجواب. غدا محمد بن مسلم يأتي إلى المسجد، أبو حنيفة جالس فوق المنبر ويطرح على تلاميذه هذا السؤال: امرأة ماتت وفي بطنها جنين حي، ما حكم هذا؟ التلاميذ كلهم يسكتون. في هذه الحالة يدخل محمد بن مسلم، أبو حنيفة يريد أن يجيب، محمد بن مسلم يتنحنح، إشارة إلى قضية البارحة.
أبو حنيفة يقول اللهم استر علينا دعنا نعيش، يعني اكتم علي القضية وخلينا على طريقنا. يقول لتلاميذه ذلك الجواب بدون أن يسنده إلى محمد بن مسلم. محمد بن مسلم سأل من الإمام الباقر 30,000 مسألة، وسأل من الإمام الصادق صلوات الله عليه 16,000 مسألة، المجموع 46,000 مسألة كان يحتويها صدر هذا الرجل. من الضروري على كل واحد واحد منا أن نضع لأنفسنا برنامجاً لمطالعة الفقه، لمذاكرة الفقه، لحضور مجالس الفقه، حتى نسعد في دنيانا وآخرتنا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.